مهندس ومصور فلكي ومشارك بمهرجان اكسبوجر في اصداره الخامس ل 2021. مشارك بمعرض كبير اسمه السماوات والارض، ولله الحمد المعرض بيعكس فكره المشروع اللي بشتغل عليه صار لي تقريبا ما يقارب من 10 سنوات. المشروع فكرته بتنعكس من الاسم نفسه السماوات والارض، بحاول اوثق الارض بمختلف طبيعتها من دوله الامارات العربيه المتحده، من رمال وديان جبال صخور مختلف الوان الصحراء مع مختلف اشكال الطبيعه، مع عنصر السماوات بما فيه من سدم ومجرات وكويكبات وكواكب، توثيق كامل موسوعي بشكل فني، وداخل فيه عنصر الفيرتشوال رياليتي او الواقع الافتراضي بما يتماشى مع الظروف اللي احنا فيها هلا، الجائحات والامور مثل هاي. الفكرة الواقع الافتراضي بتضيف لمسة كبيرة جدا على الموضوع، بحيث ان الشخص اللي بيتفرج على التجربة بيحس نفسه انتقل لوسط الصحراء وانتقل للمكان وسط الجبال، بيعيش تجربة كاملة متكاملة، بيشوف المعلومات وبيشوف كل الجماليات الموجودة في الموضوع. المشروع جميل ان شاء الله، انا متحمس له، والمشاركة مع اكسبوجر كانت خطوة كبيرة جدا في اتجاه الى الامام ان شاء الله تعالى.